أكد المقدم طبيب مناف القحطاني عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا خلال لقاء في برنامج مجتمع واعي أن هناك خطوات دقيقة يمر من خلالها المتطوع لأخذ لقاح فيروس كورونا، وبالتالي تتم متابعته من قبل الفريق المختص للتأكد من عدم وجود أعراض جانبية وضمان سلامته. الآلية أصبحت جدا سلسة، يعني من أول ما تدخل السجل يأخذون منك البيانات، بعدين تدخل إلى الطبيب، الطبيب هنا يأخذ منك جميع الاستفسارات ويتأكد أنك أنت الشخص المناسب، وهذا طبعا حتى تطمين أن هي مو أي شخص بيدخل علي أنا بعطيه، أتأكد. وهناك فريق آخر، وفد من الصين وهناك وفد آخر من الإمارات، يكونون معانا يعني يتحققون من جميع البيانات. يعني حتى أنا كمناف ما أقدر أدخل شخص على شخص، ولا أني أنا أقدر أقول له هذا الشخص لازم يدخل، لأن هناك اشتراطات، وبالتالي إذا 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 يعني راح على الاشتراطات هذه، بعدين يروح حق القياس العوامل الحيوية، الضغط، يشوفون دقات القلب. إذا تأكدوا إن الشخص سليم وما عنده أي عوارض، هني بعدين يروح حق محطة الفيريفيكيشن. محطة الفيريفيكيشن الله يسلمك هي محطة مستقلة، يعني حتى نقول ما حد ممنوع يدخل فيها إلا الأشخاص المخولين، هذين يتأكدون بالبيانات ويتأكدون أن الدكتور اللي شاف المريض فعلا راح جميع الخطوات. والله لو كانت خطوة واحدة ناقصة يرجعونها لمرة ثانية، وبالتالي يطلع المتطوع إلى مراحل ثانية. إحنا نقول خلاص دخلت المرحلة اللي هي جريب اللي تأخذ اللقاح، اللي هي عملية أخذ مسح العينة من الأنف وبعدين الدم، وبعدين يروح حق المحطة الأخرى اللي هي عملية فرز ما بين هل هي اللقاح أو المموه، وبالتالي يأخذ اللقاح وبعدين نخليه لمدة نص ساعة لساعة عشان إحنا نطمن إن ليست هناك عوارض حساسية من الدرجة الأولى، ويكون الطبيب وتكون ممرضة معه. طافت هذه النص ساعة نقول له توكل على الله، نعطيك كتيب ونقول له لا تتضايق، لأن بنتصل فيك أيام متتالية، ثالث يوم، أول يوم 24 ساعة، ثالث يوم وسابع يوم وبعدين 14 يوم وبعدين نواصل معه.